متأخر نوعا ما بعد كل je pense que j'étais trop gentil avec plusieurs personnes. اليوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصبحنا نقدس الأشخاص على الوطن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لحقنا الوقت وين on préfère les gens sur la nation ولا sur la patrie ولا سميها كما شئت. الوطن ولا الوطن ولا الوطن يبقى العالم يبقى الناس تروح وتولي مي البلد قعد بلاد وحده انت تي ان الجيريان tu peux pas être un malien ni un tchad ni un tchad ni l'Afrique du Sud ni ولا هم يحزنون انت جزائري بلدك الجزائر وعالمك واحد وطنك واحد دينك واحد منتخب بلادك لكرة القدم منتخب واحد ومن ارتأى غير ذلك الفيفا تفتح تقدر دير جمعية اليوم تأسس اتحاد قاري ودير عالم وديروا بلاد وحدكم مهما على هكدا مي نو مي دون كيل موند اون في لحقنا لواحد الدرجة تاع بعض الأشخاص أنا اليوم باش نزيد نفتح قوس واحد أخر أنا أتمنى أن يتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد المتسولين في مواقع التواصل الاجتماعي باسم المنتخب الوطني باسكو كاين واحد الفئة متسولين هادوك طلابين بالعامة بالعامية يطلبوا في تيك توك واليوتيوب ويبداو يتيريو ابو بورتون على اعراض الناس يجبدوا لي فامي يقول لك او فلان مدلو سا دي طونوبيل او فلان سي او اي سون دي فوندو سي با تو الموند ماشي كاع الناس بايعين ديما نتاعهم هاد الناس نتمنى تتخذ ضدهم اجراءات ردعيه لانه هاد الناس طغاو ما لقاوش الرادع ما كاش الرادع ما كاش كيما يقول عمي عليه هنا المطرق ما كاش اليوم لحقنا الناس انت تهدر على تهدر على انسان على صحفي ولا تهدر على لاعب سابق ولا تهدر على الاخر ولا تهدر تجبد العائله ديالو وتهدر على اعراضه الشخصيه وتتحدث على اسمه العائلي وتقول 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 مي ما تيكي انت شكون انت كان لو بون ديو وحده في سما سي لوي كي جوج ولا فو جوي توس لو رول دو تعمل مي نو اعتقد بانه بايرن متاخر من الاتحاد الجزائري كان من الاولى القطره ربما التي افاضت الكاس هي ميدو ربما القطره التي افاضت الكاس هي انتحال شخصيه رئيس الفاف وليد صادي عبر منصه اكس ويبدو ان الفاف تتجه لرفع دعوه قضائيه ضد منتحل شخصيه وليد صادي عبر منصه اكس بعد اعلانها عن خبر اقاله الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يعني اشياء غريبه ضمن المنتخب الوطني بحاجة إلى الهدوء نوعا ما لأنه مرحلة جديدة يمر بها المنتخب بعد يعني الإخفاق الأخير في كأس أمم إفريقيا واللي كان قبله في كأس العالم المدرب يعني الحمد لله يعني أنه داركنا في المباراة الثانية في تصفية كأس العالم وفزنا الآن عندنا متسع من الوقت المدرب بحاجة أيضا إلى معرفة كل التعداد والحمد لله يعني راهم كاين الطاقم اللي راهو معاه وخاصة المدرب المساعد نبيل نغيز انا اللي نعرفه معرفه شخصيه نعم. يقوم بعمل كبير على في المنتخب الوطني الجزائري نظن الجوله الاخيره هذه في النوادي الجزائريه كاين ناس بزاف ما كانوش فاهمين لماذا حب يشوف اللاعب الجزائري كيف يتدرب كيف هو يعيش وشو هما الامكانيات اللي راهي موجوده شاف يعني اختلاف كبير وشاف يعني فرق كبير بين النوادي يعني فيه نوادي يعني درجة أولى فيه نوادي درجة ثانية هذه اللي خلته يدي فكرة عن اللاعب الجزائري كيف راهو يتكون كيف راهو يعيش ظن مع المستقبل مدرب راح يكون قراراته أكثر يعني تكون 100% وما كانش مدربين ما يخطئوش ظن منتخب بحاجة إلى الهدوء كما قال ميدو عندنا منتخب واحد اللي هو المنتخب الوطني الجزائري فرصة كأس العالم هذه اللي راح تكون المقبلة مع العدد الكبير من المنتخبات المشاركة خاصة في ظل الآن صعوبة المأمورية في المجموعة الآن نظن بحاجة إلى الهدوء بحاجة إلى الهدوء لأنه إن شاء الله عندنا متسع من الوقت باش ندارك أمورنا إن شاء الله المنتخب يمشي إن شاء الله إلى أحسن نتائج أبرز ما كتبته هنا في ورقة أنه وكأننا في منافسة محمد من له حق وليس ومن ليس له حق فيما مضى وما نحن عليه وما هو آتي ما كتبته هو أن المصلحة العامة لشؤون الكرة في البلاد هي أولى من المصلحة الفردية ميدو تكلم
باندفاع, وانا سوف اتكلم نوعا ما بحكمه وبرؤيه. باندفاع باسكو يا دي جون تلقى روح واحد اتساءل مع عالم اتصل بالمدرسي تلقى يجبد نون فامي ديالك في لي ريزو سوسيو ويهضر عليك, وواحد يدير واحد انا بور مو هادوما متسولين في مواقع التواصل الاجتماعي. فوالا اسمح لي عمي اتساءل ان كان المعنيين بالامر المعنيين بالامر جزائريين او لا. هو السؤال الذي وجب طرحه محمد, لأن مصلحة المنتخب الوطني تفوق مصلحتك ومصلحتي ومصلحة ميدو. كلنا مناصرين للمنتخب الوطني, كوني لاعب سابق مدرب معي صحفي من خيرة الصحفيين محمد أستاذ في الصحافة, كلنا نحب المنتخب الوطني. مصلحة المنتخب الوطني ما مر على المنتخب الوطني. نحن خرجنا من منافستين هامتين, نحن ضيعنا جيل بهكذا ممارسات. لا يمكن هكذا ممارسات, يجب أن تكف نهائيا ممارسة مماثلة محمد, لأنها لا تخدم العباد ولا البلاد. نحن جيل محرز تحصل على كأس إفريقيا أي سنة محمد؟ تحصل عليها 2019. بعده هناك بعض من المحليين رأوا النور, تحصلوا على كأس العرب. كان هناك نوع من الجيل القديم مع الجيل الجديد, كان يمكنه مزجهم, ولكن هناك نوع من البروباغندا الموجودة. وكأن حقيقة الجزائر ديمقراطية على الكل, ولكن هناك الاختصاص الذي وجب السماع لهم. منتخب خرج من دور أول في مناسبتين غير مؤهل لكأس عالم. الكل أجمع من أهل الاختصاص سواء في الهيئة التي تم نشؤها من طرف الاتحاد الجزائري, نتفق كلنا أن بيتكوفيتش له تاريخيا مدرب متمكن بإمكانه إعطاء إضافة لمنتخبنا الوطني. الآن حتى وإن لم يعطي هذا المدرب الإضافة لمنتخب الوطني, يجب تركه يعمل. لأن لنا منافسة هامة تنتظر هذا الجيل من اللاعبين, وتنتظرنا نحن. أنا كجزائري الذي لا أريد أن أرتدي قميص بلد آخر في المونديال محمد, نحن كلنا جزائريين نريد رؤية بلدنا في المونديال لكي نفرح مثل ما فرح كل البلدان. نقطة انتهى, لا نريد الكلام على أشياء مماثلة. الآن توجد البروباغندا, الناس تتكلم, البهرجة الإعلامية, ما هذا محمد؟ يجب الدق ونقص الخطر. وأنا مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم كون عضو ولاعب سابق في الاتحاد في المنتخب الوطني في كل فئات شبانية, يجب الدق ونقص الخطر. نحن كجزائريين نحب الخير لبلادنا, نريد من الرجل أن يشتغل ونتأهل إلى المونديال. بعدها أنا عمري ما شفت سواء في الإعلام أو حتى الأخصائيين أو المحللين يحكمون على مدرب في 4 مباريات, وأربع مباريات فاز في واحد في 2, تعادل في 1 وخسر 1 محمد. حتى إحصائيا الأرقام مهمة بالنسبة للصحافة, ليست بالقاعدة الثابتة, ولكن الأرقام مع هذا المدرب. والمنتخب الوطني في مارس لعب جيدا, وفي مباراة أوغندا في الشوط الثاني كانت قوة الملاحظة موجودة ولعب جيدا في الشوط الثاني. تكلمت في صفحتي الرسمية في الفيسبوك, قلت يجب ربما نحن مسؤولين كإعلاميين وكمحللين أيضا في إعطاء الملاحظة المناسبة.